بالنسبة للسؤال الثاني، بتصلي مع كل فرد ست فوائد في الصلاة، يعني بتقضي من اللي عليها ست فوائد في مع كل فرد. اللي حضرتك بتعمليه أو أيتها السائلة الكريمة ما تقومين به من قضاء مفاتك أداء من الصلوات مع كل فرد 6 10 أي ما كان العدد اللي حضرتك بتقومي به قضائي صحيح إن شاء الله، وربنا يتقبل منك ويعفو عنا وعنكم.